بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي هو سدام محمد عبدي وحنا معلمك علمي برشدة أرضي سود وادا وحن بلابي دور مادين علمي برشدة وحن نكب بلابي نجبتر كا سديدات سليبس كبنتلان نجبتر كاني وحو قاضى ديجيا مشيجيا تاريخ الدنيا طبعاً دنيدو تاريخ دهدو ويبلارن تهاي لكن جبتر كان وحنو كفيرين دونا قوابات الصوص عبا عطب كان واحد كوبران دون تا أرضيو كو وحيالي إسلام كوسو كرديي تاريخ دوني ده إنه ده إسلام بينون هاي وحمهيم إنه نبررو تاريخ دهنا إسلام أهان إنه محين دوني كوسو كرديني حيالها إنه كوبران دونا وجبتر كان من كوبران دونا إن شاء الله تاريخ ده كوبان الساينس كي تكنولوجيا. حنو بحنا إنا نفهمه، أما أقارنه إسلام هان إنغو دين تين إسلام كم هي كسر كريسي ساينس كا هي تكنولوجيا ده. وحنو قلب كسر حاد كده جندنا، أما ويهبة تعدوين كي قرنجي لواتناد إنغو كي أجينا إسلام كحجز. طبعاً عشر والبو جدوين بوليه هاي جدوين كل جليه هاي أرضي جواينو حسيو كان قيب قاتو أو جادو إسلام وحيله وكسو كردي تاريخ الدنيا حيله هلا قبل لقب بهاي جدوين كل جليه هاي وحويه إنه أرضي جو حقيقة صدق إنه رمك ساينس كي تكنولوجيا دو وهامد بلوضي سجابسنا وسعودي إلى لقى إلى بقول الله بقول سنة قدم بيه هذين مركب فيرنا، وحياة الإسلام كسر كردي تاريخ الدنيا. بانقذوا قذوا ودي قدونا، أوكي. البحنا الإسلام كو، وحيهر كذا قصر هي أبد جارتي، مش قصر هي أبد أي جارتي. حل جدول دي عباسيين ته، أي جارتي بس ده طبعا. مركب الله شيعه الله شرحه الله جاه الله إسلام كأودن تاريخ ديسة، أبد مش قصر هي وحي هاي حل جاي هو جامين يين عباسيين تي. وحياة الله قبته وحكم ده تعليم تي إسلامك إذا دقن كيس سبنا الدين تنو إنا برتاي أيه وحكي كسو رجيان جعان كعربته وحكي كسو رجيان ضل كعراق عباسيين تو وحي هرمريان وكرو قادين قيبه كردونا أما فروع دي أما لاميه كردونا علمي طبعا علمه ما دي بليه هاي دين بليه هاي دين تنا إسلام هو كليه كما هذا الشو علمه ما دي جا علمه ديني جا لكن لا بد هو كهذا الشاع سينو كارك دونه عشر كنا حلي جا مركه هرم مركه على جاري إسلامك أنت هاسو طلابة قاضي وهرم مركه على جاري وحاه جانك إسلامك هي هارون الرشيد وحين أرك دونه مركه قضابات تصوص على حياله إسلامك حوج ساري أما دوني الإسلام كسر كردي. هرمانيت علم الجغرافيا. طبعاً أرضي جغرافيا وأجنة هي مهمة أولية هي دين الإسلامك أما علماء الإسلامك أمريكا جدي وحي كقريب قاتين هرمانك كسر عدي علم الجغرافيا. طبعاً جغرافيا روح اسمك اللي جاه الليو وحقوس هور ما يبيه دول. عر بض وح كلا كم هلا إيوه خريدوين بوك هلا سماها خريدها على مدها دول سعرن إيوه حريقوين كدول سعرن بع سلاه لقافك ماشة وربو أما أو قاعد ماشة وربو إسلام كوح كقيب قات على مدها س يحرقها لمرية أيو كقيب قات سما ركتي إسلام كو أما مسلمين تو وحي كقيب قاتين وح بدنا كسر كرديين تصالحان ما ده حسابها جارهان جيومتري إيوه إيوه الجبر هذا طبعاً والله حسابات ومهمة ده جار كله جيومتري وأكتهين مهمة أولي هاي مركي وحدي سيو إنجنيرين كي وحياة الله سبحانه وتعالى استعمال الجبر هذا الروح هذا مركي إسلام كله غفير إيوه وحلا الله استعمال هذا حلك وده إسلام كله عجيب إسا واحد كيسا جوري بواحد وده جاي الله بعثنا قفل قيبناه حلك جوري الله بعثنا قيبناه one over ten أما one over two هذا إسلام كله كل سبب
maadada ama xisaabta qaybteeda aljabradana waxba ku soo kordhiyay dunida ninka la yiraahdo aljaabir oo isagu maadada xisada jabtarkeeda waxaan leeyahay casharka ama qaybta xisaabta la yiraahdo aljabrada soo kordhiyay. Okay, dhan kale aynu u gudubnay filigii waxaynu galnay caafimaadka. Islaamku wuxuu ku soo kordhiyey oo kale arday xagga daaweynta inuu ka qayb qaato, curiyo, keeno ay ka fakaraan muslimiinta scholariska ama aqoonyahanka ah inay soo kordhiyaan daawooyinka. Tusaale waxaa la soo qaataa caalimkii weynaa ee Ibn Sina oo isagu ku soo kordhiyey daawooyin badan oo cudurro kala duwan u noqday daawo. Waxyaalaha kale oo carabtu samayn jirtay oo ay ku soo kordhiyeen caalamka waxaa ka mid ah waxaa kan la yiraahdo cilmiga falaga ama cilmiga xidigaysiga oo habeenbarkii ama xilliga habeenkii carabtu ay cirka fiirin jireen, islamarkaana xidkaha ay ka saadaalin jireen waxa soo socda, jawiga soo socda ama hawadan inagu xeeran atmosfeerka la yiraahdo sida ay noqon doonto kulayl, roob, dabayl. Marka saadaasha hawadana islaamku waa ka qayb qaatay. Soo ma aragtid? Okay, ka soco. Juqraafiyahankii Ibnu Al-Khaldum ayaa isaguna u dhashay carabta, wuxuu ka qoray cadeymo fara badan safaradii uu ku mariyay, yani wuxuu safar ku maray bariga dhexe oo dhan. Marka isaguna wuxuu ka qoray maadaama uu juqraafiyahan yahay, dal walba, magaalo kasta, meeshay dhacdo, intay isu jiraan dhammaantood, iyo cimilooyinka ku kala duwan yihiin. Islaamku waxyaalaha uu ku soo kordhiyey caalamka waxaa ka mid ah farshaxanka sida nashqadeynta midabada kala duwan, xaridda in la xardho wax oo wax la sawiro oo qaab wax loo sameeyo, ama gidaar ha noqoto, ama bugaag ha noqoto, ama rogo ha noqoto. Waxyaalahaas waxaa ka qayb qaatay dadkii scholariska ahaa ama culimada ahaa yacni islaamka. Okay, waxaa jiray scholars kale ama culimo kale ama aqoonyahan karo islaam ah oo isaguna ka qoray caalamka goobihiisa kala duwan, gudbay oo tagay oo maray, isla markaana ka qoray bood, ka qoray xog, ka qoray. Soo ma aragtid? Waxaynu kusii soconnaa gabagabadii casharkeena ardayay oo tanu noqon doonto taynu kusoo gabagabayn doonno. Waxaynu soo sheegnay todoba qodob oo ka horreeyay qodobkan, mid kastana waynu sharaxnay. Waxaan kaa codsanayaa inaad mar badan ku noqoto oo aad daawato oo marar badan soo ceshato. Islaamku carabtu waxay ka faa'iidaysatay ama islaamku ka faa'iidaystay sugaantii carbeed, in maadaama ay dunida mareen oo ay noqdeen cilmi baarayaal oo adduunka meelo ka badan oo ka mid a caalamka ay soo fiiriyeen, waxaa si sahlan ku gudubtay marka ama ku fiday sugaanta carbeed. Ilaa qofku markuu meel tago, dabcan dhaqankiisii buu la tegayaa, gabaydiisii buu la tegayaa, wuxuu la tegayaa doodihiisii, fikirkiisii ku jiray buu la tegayaa, dhaqankiisii qofku u watay buu la tegayaa. Waxaana loo furay dugsiyo gaar ah oo dadka lagu baro, dadka xiisaynaya sugaanta carbeed. Halkaa waxaa ka muuqda dhisme cajiib oo qurux badan. Dhismahaasi aad u jeedo, dabcan waa dhisme aad u qurux badan, waxaa moodaa guryaha caalamka maanta ugu quruxda badan. Soo ma aragtid? Guryaha marka aad u jeedo quruxda badan, waxaa dhisay oo qaabeeyey oo qurxiyey waxay ahaayeen Islamic scholars, aqoonyahan ama culimo islaamka ah. Okay, waxaanu galnay layligii su'aalahaas ku muhiim bay yihiin, inaad ka faa'iidaysato, inaad ka shaqayso, inaad isweydiiso adigu. Sheeg caalim ka mid ah yacni ama caalim muslim ah oo dunida wax ku soo kordhiyey. Soo sheegnay.
anigu waxa xusuustaa laakiin markan waxaan ka rabaa adigaan ka rabaa goormay ahayd su'aasha labaad ilbaxnimada islaamku meeshii ugu sarreysay abid goormay gaartay xilligaa ahayd yaa ka tilnayay dalkaas xilligaas yaa ka tilnayay dalka yaa ka tilnayay islaamka ama hoggaan u ahaa tax saddex ka mid ah waxyaalihii islaamku ku soo kordhiyey taariikhda dunida koob labo saddex af waa soo sheegnay yaa laga rabaa markaan adigaa lagaa rabaa oo su'aasha saddexaad adaa lagu weydiiyey jawaabteen lagaa rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin